السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ احلى مسا عليكم. قصتنا النهاردة بلهجة اخوتنا المصريين، حبايبنا انتم. قصة النهاردة بتتكلم عن عيل غلبان قوي. احد الايام كان قاعد بيشتغل في الشغل بتاعه في المعمل، يعاني من مشاكل قوية، عايز يتجوز، ايجار سكن، انتوا عارفين الحاجات دي. صاحبنا بيشتغل في معمل كبير بتاع خزانات زيت هيدروجيني وعرفش كده. في يوم من الايام كان في تفتيش من الادارة، واجا مسؤول كبير قوي قوي رفيع المستوى وعايز يشوف الجودة بتاعت الزيت والشغل عامل ازاي. وهو بيبص باحد خزانات الزيت الكبيرة قوي، وقعت الساعة بتاعته، ساعة ذهبية فشيخة قوي، يعني غالية بتاع 600-700 ألف دولار كده يعني. صاحبنا بص عليه، سجل الحاجة دي في دماغه، قال لك اها هنيجي في الليل طلعنا قرشين حلوين كده يعني. خلص الدوام والمسؤول ما خدش باله، وصاحبنا خش المعمل بالليل علشان يجيب الساعات حلوة. تاني يوم بقى بيجوا العمال وفتحوا المعمل والقصاص الحلوة دي، لقوه للأسف الشديد ميت، متنيل على دماغه. اصل صاحبنا ما يعرفش ان اللي بيعوم بالمية مش زي اللي بيعوم في الزيت، لان كثافة الزيت اقل بكثير من كثافة الماء، والسباحة فيه صعبة قوي. ده اخرة الطمع يا ابني.